أن نتحدث اليوم بهذا الجزم لأنكم لم تطرحوا سؤالاً بالنسبة للعنوان. تحدثنا عن محورية دور النسائي في تصور في بناء مجتمع حدثي. انطلاقاً من هذا المعطى، أنا فهمت أننا موحدون وموحدات حول محورية هذا الدور. هذا دور محوري بمعنى تجاوزنا مجموعة من المعطيات ومجموعة من القراءات التي كانت تقول بدور تكميلي للمرأة في بناء أي مجتمع. وهذا التصور ديال أن المرأة لا تملك دورا محوريا وإنما تملك دورا تكميليا كان يبنى على مجموعة من الأسئلة التي طرحتها الأخت المحترمة في إطار هل الدور في الأسرة، هل الدور في المجتمع، هل الدور فيهما معا. كان يقال أن دور المرأة هو في الأسرة وبالتالي دورها في المجتمع تكميلي. بعد ذلك وحين وصلنا إلى هذا العنوان الذي لم يكن الوصول إليه سهل، كان الوصول إليه مرتبط دائما بالشرط السياسي، كان دائما يكون شرط سياسي من أجل أن نقول بدور، بمعنى أننا تطورنا من خطاب حقوقي إلى خطاب تحميل مسؤولية للمرأة كلاعبة لدور محوري في بناء مجتمعات. الشرط السياسي كان دائما حاضرا وبالنسبة لمجموعة من الدول من داخلها المغرب. الشرط السياسي دائما كان يبني علاقة ما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن داخلها حقوق النساء. الشرط السياسي أيضا كان يحكم في اتجاه معين جرعات إقرار حقوق النساء. هذه المحورية في لعب دور في بناء المجتمعات وبناء الأنظمة وإقرار المفاهيم وإقرار المبادئ لم يأتي مجانا ولم يكن سهلا، بمعنى أننا اليوم قطعنا مراحل كبيرة ونحن نأتي لنجعل نقطة الابتداء هي محورية المرأة في بناء المجتمعات. لا يخلو أيضا الأمر من الحديث عن مسار بناء هذه المحورية نفسها في تاريخ المغرب. كانت مجموعة من الأحزاب السياسية تخشى أن تدرج نقطة المرأة في اختصاصاتها، وكانت تحاول أن تهرب موضوع حق المرأة وأن تجعله فئويا. سنة 1975 كتب شهيدنا شهيد الحركة الديمقراطية الحدثية عمر الجلون تقريرا ايديولوجيا، واحدث من بعده تنظيما نسائيا لهذا الموضوع، واعتبر ان القضية النسائية هي محق للديمقراطية، وان الديمقراطيات التي تقوم خارج منظومة إقرار حقوق كاملة للنساء لن يكتب لها النجاح. كانت هذه نقطة فارقة في تاريخ كتابة دفاع وإقرار حقوق النساء داخل المغرب. قبل ذلك تحدث السلفي المتنور المرحوم علال الفاسي في كتابه نقد ذاتي عن ضرورة فتح هذا الموضوع بما يكفي من تقدمية
من أجل أن نسجل نقطا إيجابية على مستوى إقرار حقوق النساء. على سبيل المثال، أثار هذا السلفي المتنور قضية التعدد، تحدث عنها بشكل مفتوح، سيكون لنا مناسبة للحديث عنها في هذا اللقاء. لسنا في وضع تشخيص لواقعها، ولكن وضع الحديث عن مدى فاعليتها في لعب هذا الدور المحوري المتعلق ببناء ديمقراطيات ومجتمعات سليمة صحيحة في تصورنا لن تكون إلا بإقرار حداثة. هذه المرأة يمكن أن نتحدث في 3 أو 4 محاور عن وضعيتها. أولا، موضوع الأهلية المدنية. اليوم هناك إشكال حقيقي فيما يتعلق بتعريف هذا المواطن الخاص داخل المنظومة القانونية المغربية. هل المرأة المغربية امرأة كاملة مواطنة؟ في التصريح لا داخل الدستور ولا داخل الخطابات الرسمية ولا داخل أوراق الأحزاب السياسية وفي الالتزامات الدولية يكاد يتشابه علينا وضع أو الوضعية الأهلية المدنية للمرأة المغربية داخل هذه المنظومة. فإذا كان الدستور يقر استنادا على مجموعة من المراجع أن النساء والرجال متساوون، إذا كان يقول هذا الدستور أننا متساوون أمام القانون وأمام الدستور، فالقانون نفسه يمارس عنف القانون عندما يترك مجموعة من منافذ اللامساواة داخل المنظومة القانونية المغربية. لعل مناسبة مرور 10 سنوات على إقرار مدونة الأسرة مناسبة ومسؤولية من جهتنا أن نقف على هذا المستوى من اللامساواة بين الرجال والنساء اليوم. هذه اللامساواة، إذا سمحنا باش نفتح هذا القوس، التي كانت دائما وسيلة من وسائل السلطوية. اللامساواة بين المواطنين، اللامساواة بين المواطنين ذكورا، اللامساواة بين المواطنات إناثا، واللامساواة المبنية على الجنسانية. معروف على أنه وسيلة لتطويع الرأي العام، كانت دائما ترسيخ وتجديد لأسباب اللامساواة بين الأفراد، وبالتالي قضية اللامساواة بين الرجال والنساء تدخل في التصور المتواضع في هذه المنظومة.